قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في اتصال هاتفي مع الرشيد إن هناك كتلا سياسية كبيرة مثل كتلة سائرون وكتلة الفتح ترفض وجود القوات الأمريكية في العراق، ولا يمكن لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن يحسم مثل هكذا ملف لأنه غير مخول في ذلك. الرئاسة في مجلس النواب اليوم هناك كتل مثلا سائرون اللي تمتلك أكثر من 54 نائب، وكذلك الفتح اللي تمتلك بهذا العدد، وكتل أخرى هي تطالب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق وأن تضع ثوابت ومحددات لدخول وخروج القوات. هذا الأمر ما أعتقد يعني السيد الحلبوسي يقدر يحسم هكذا ملف أو مخول سواء هو أو هي الرئاسات الأخرى. بالتأكيد التيار الصدري لا يمكن له أن يخضع و يترك ثوابته، وثوابته واضحة أنه يجب أن يكون هناك جدول لانسحاب القوات الأمريكية، ونحن من ساهمنا في انسحاب القوات الأمريكية في 2011 باعتبار هناك كانت مقاومة شديدة وتم انسحابهم. الآن بالتأكيد التيار الصدري مؤثر في البرلمان، مؤثر في الشارع، ومؤثر على جميع الكتل والأحزاب، وهناك أعتقد يعني يجب أن يكون هناك لغة حوار وتفاهم بين هيئات الرئاسة مع الكتل المؤثرة والفاعلة. فأعتقد تمرر هكذا أمر بهذه السهولة وبهذه البساطة من خلال تصريحات في أمريكا وغيرها.